كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. راح أحكي عن الدرما بين. في تعليمات قبل استخدام جهاز الدرما بين. قبل استخدام قلنا بشهر ما يكون في عاملين تقشير عميق، ما بنستخدم كريمات بتعمل تقشير عميق أو ليزر على المنطقة اللي رح نعمل عليها الدرما بين. أكيد اعتمدوا على تغذية جيدة، شرب كمية كافية من السوائل، مثل ما قلنا بعض أنواع الحبوب إذا كان مثلا أكني عميق. لا طبعا لازم تكون البشرة مرطبة، ونستخدم نشرب كمية كافية من الماء. البشرة كمان بحد ذاتها رطبة، لأنه بعد الجلسة رح يصير عنا جفاف بالبشرة. طبعا خبري طبيبك إذا كنت عم تاخدي أي أدوية مثل الريأكوتان الريتان، اي ادويه تسبب جفاف الجلد او احمرار. يمنع اي مكياج للبشره او عطور قبل استخدامه تقريبا كم يوم، واكيد بعد استخدامه. اكيد لازم تكون اليدين نظيفه، بعدين تلبس جلافز، بعدين غسل الوجه والبشره بالماء وتجفيفهم اكيد. بعدين لازم نحط تعقيم على البشره، ممكن نحط كريم مخدر موضعي على الجلد. طبعا الطريقة الصحيحة لاستخدامه على الوجه للحصول على نضارة، أكيد راح نمرر على الخد الأيمن بطريقة لطيفة. ممكن يكون الأبر عميقة أكثر، كل منطقة بالوجه إلى سماكة للإبرة أو طول للإبرة. على الخد الأيمن، الخد الأيسر. طبعا زومبي فيس ليفت هي طريقة لشد الجلد عن طريق استخدام الديرما بان. طبعا على الجبهة، بعدين نستخدم على الجبهة، ممكن نستخدمه حول العينين ولكن بحذر، أو تحت العينين كمان ومنطقة الذقن. وهلأ يقال أنه كتير له علاج أو كتير فعال في علاج تجاعيد الرقبة. هاد كان الفيديو كمان الخاص بالديرما بان. تابعوا الفيديوهات اللاحقة عن ديرما بان. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس.